الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته إلى أحد إخوانه: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ستة مشاهد عظيمة إذا شهدها العبد في صلاته واعتنى بها عناية عظيمة أثناء أدائه لهذه العبادة العظيمة، كانت الصلاة بذلك قرة عين له وراحة نفس. وقد مر معنا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصلاة تكون لعبد راحة وقرة عين، وتكون لآخر ثقيلة على نفسه يؤديها وهو يريد الخلاص منها والخلاص من عبئها، ولسان حاله يقول: أرحنا من الصلاة. هذا حال بعض الناس. أما المحب الصادق والمؤمن المقبل على الله سبحانه وتعالى يؤدي هذه الصلاة ويقيم هذه الفريضة وهي قرة عين له وراحة لنفسه. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا حال صلاة المحبين الصادقين المقبلين على الله عز وجل، ثم طرح تساؤلا عظيما، ألا وهو: كيف السبيل إلى أن تكون صلاة الإنسان قرة عين له؟ وكيف السبيل إلى أن تكون الصلاة راحة لفؤاده ولذة وأنسا وسرورا؟ فذكر رحمه الله تعالى جوابا لذلك أن الصلاة تكون راحة للمصلي وقرة عين له إذا جمعت أمورا ستة. فإنها تكون بإذن الله تبارك وتعالى قرة عين للمصلي وراحة نفس. قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. والواجب على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى وجعله من أهل هذه الصلاة أن يعنى بهذه المشاهد الستة علما وعملا، فهما وتطبيقا،
حتى تكون صلاته بإذن الله تبارك وتعالى قرة عين له وراحة لقلبه. وبدأ رحمه الله تعالى بأهم ما يكون وأجل ما يكون في هذا الباب، ألا وهو مشهد الإخلاص، بمعنى أن يجاهد المصلي نفسه على أن تكون صلاته كلها لله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته وخوفا من عقابه وتحقيقا لنيل محبته سبحانه وتعالى. والإخلاص أساس قبول الأعمال كلها وأساس فلاح وسعادة العبد في الدنيا والآخرة، لأن الأعمال إنما تكون معتبرة مقبولة نافعة مشكورة عند الله سبحانه وتعالى لفاعلها إذا قامت على الإخلاص للمعبود عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والله عز وجل لا يقبل أي عمل من الأعمال قل أو كثر، صغر أو كبر، إلا إذا قام على الإخلاص. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه عمله، لأنه عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص. والخالص هو الصافي النقي، الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى، لم يرد به الدنيا ولا المراءات ولا السمعة ولا غير ذلك من الأغراض والحظوظ، وإنما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص في العمل أن يصفو العمل وأن يكون العمل نقيا، نقيا من كل الشوائب التي تخرم الإخلاص من رياء أو سمعة أو إرادة للدنيا بالعمل أو غير ذلك من الأغراض، فتكون العبادة لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يبين لك أيها المسلم معنى الإخلاص والخالص من حيث اللغة قول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لبنا خالصا سائغا للشاربين. وصف عز شأنه اللبن بصفتين: الأولى أنه خالص، قال لبنا خالصا أي صافيا نقيا، هذا معنى خالصا أي صافيا نقيا. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى عبرة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الباهرة. فاللبن الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام يخرج من بين فرث ودم، حين خروجه يخرج من بين فرث ودم،
ويكون بهذه الصفة التي ذكر الله خالصا، أي لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة يسيرة من فرث، صافي نقي. فقوله خالصا هذه توضح لك معنى الإخلاص، توضح لك معنى الإخلاص، وأن معناه والمراد به الصفاء والنقاء، والخالص الصافي النقي. والمطلوب من العبد أن تكون أعماله صافية صفاء اللبن وخالص خلوص اللبن. قال: من بين فرث ودم لبنا خالصا. وهكذا أعمال المؤمن، أعمال المؤمن تأتي من بين تزاحم في الصواد والصوارف والموانع والحواجز والمغريات، تأتي أعماله مع ذلك كله صافية لله سبحانه وتعالى، يتغلب بتوفيق من الله ومد وعون على تلك المغريات وتلك الصواد وتلك الصوارف، يعينه الله فيتخطى ذلك كله ويخرج العمل صافيا، يخرج عمله صافيا أي نقيا، ليس فيه شائبة رياء وليس فيه شائبة سمعة أو إرادة للدنيا بالعمل أو غير ذلك من الشوائب، خلوص اللبن وصفاءه. تكون أعمال المؤمن صافية نقية خلوص اللبن وصفاءه. واللبن هو الفطرة كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه الفطرة. وفي الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام رأى نفسه يشرب من اللبن ثم أعطى منه عمر رضي الله عنه، قالوا: بما فسرت ذلك؟ قال: الدين، صلوات الله وسلامه عليه. فدين العبد ينبغي أن يكون صافيا صفاء اللبن، خالصا خلوص اللبن، يبتعد أو يبعد عمله عن كل الشوائب. فإذا جاءت الشوائب ودخلت على العمل من إرادة للدنيا أو سمعة أو غير ذلك، أبطلت العمل ولم يقبله الله سبحانه وتعالى من العامل، لأنه عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، أي صافيا نقيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا المشهد مشهد الإخلاص في الصلاة وفي العبادات كلها مطلب، هو أهم المطالب وأعلاها وأجلها. والصلاة ينبغي، وكل عمل وطاعة ينبغي أن تكون قائمة على هذا الأصل، ليكون العمل مقبولا ولتكون الطاعة مشكورة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. فيعتني العبد في صلاته وفي كل عباداته بالإخلاص للمعبود، بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. تأتي أمور تزاحم الإنسان في نيته، حتى إن هذه المزاحمات أحيانا تأتي عرضا، تأتي عرضا، يخرج الإنسان من بيته للصلاة لم يرد بها إلا الله عز وجل وطلب مرضاته سبحانه وتعالى، ثم وهو في المسجد قائم يصلي قد يمر به شخص ذا شأن وإنسان ذا مكانة، فينتبه له هذا المصلي فيزين من صلاته ومن هيئته في صلاته، فيظهر مثلا التخشع ويظهر مثلا تطبيق السنن ويظهر ويظهر من أجل ذاك الذي رآه ليس لله سبحانه وتعالى،
وإنما من أجل ذاك الشخص الذي رآه. فيكون هذا الذي زاحم الإخلاص عارضا، لم يكن متأصلا في الشخص. وقد خاف النبي على أمته عليه الصلاة والسلام من مثل هذا الأمر خوفا شديدا. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن وأشدها وأكبرها، وكل نبي من الأنبياء بعثه الله أنذر أمته من فتنة الدجال. فمر عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يتذاكرون تلك الفتنة، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قلنا: بلى يا رسول الله. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي. وهل الشرك يكون بهذه الصفة خفيا؟ هل يكون بهذه الصفة خفيا؟ جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ودبيب النمل نعرفه، الإنسان إذا كان جالسا ومرت نملة أو ثنتين أو أكثر ولها دبيب، هل يراها؟ هل يسمع دبيبها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أخفى من دبيب النمل، بمعنى أن الشرك يتسلل إلى الفؤاد ويسارق النفس والقلب ويدخل من هنا وتارة من هناك، ويفاجأ الإنسان وإذا به قد تسلل الشرك إليه في عمله، فأخذ يتصنع في العمل ويتزين في العمل ويتظاهر في العمل، ويفاجأ أن عمله ذهب عن الإخلاص وابتعد عن النقاء والصفاء المطلوب من المسلم في عمله وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ثم فسر ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. يقوم فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني ينظر إليه آخر ويحس بنظره إليه أو مشاهدته له فيزين من صلاته. إن كان قد ترك بعض السنن أتى بها. لماذا؟ لله؟ لا، لأن فلان ينظر إليه. إن كان مثلا في صفة الصلاة عنده بعض الإخلال تلافى الإخلال وكمل الصلاة في ظاهرها، لله؟ لا، لذاك الرجل الذي ينظر إليه، يزينها للرجل. أصبحت هذه الصلاة وهذا التزيين للصلاة والتحسين لها ليس قربة يتقرب بها هذا المصلي لله سبحانه وتعالى، وإنما لأجل ذلك الرجل. ثم ليكن ذلك الرجل من يكون، ماذا يغني عنه؟ ماذا يغني عنه؟ وماذا يفيده؟ وأي شيء ينفعه في تقديم أو تأخير أو عطاء أو منع أو خفض أو رفع أو عز أو ذل، ماذا يغني عنه؟
وذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا الرجل الذي يزين له صلاته لا يغني عنه من الله شيئا، ولا يستطيع أن يرفعه إن كان الله أراد أن يخفضه، أو يخفضه إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. العطاء والمنع والخفض والرفع والعز والذل والقبض والبسط والحياة والموت، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. فيا سبحان الله، كيف أن الإنسان يضيع دينه وعبادته وأجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، يضيعها في مراعاة لشخص لا يغني عنه ولا ينفع ولا يعطي ولا يملك له من الله شيئا. وقد جاء في الحديث وهو في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر عليه الصلاة والسلام من حفظ القرآن وتعلم العلم ليقال عالم، فيقال له يوم القيامة قد قيل عالم قيل حافظ، ماذا أفادت؟ قال ثم يسحب ويجر ويلقى به في النار، لأنه تعلم العلم ليس لله، وحفظ القرآن ليس لله، وإنما ليقال عالم وليقال حافظ. وآخر تصدق ليقال منفق، وثالث جاهد ليقال مجاهد. وقد تقال هذه الكلمة في الدنيا في حق هؤلاء وبكثرة، لكنها لا تفيدهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا. ولهذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أنه لن يدخل معنا في قبورنا معدودا في صالح عملنا إلا ما ابتغينا به وجه الله. لو كان عملنا كثيرا وجهدنا جهيدا وتعبنا مغنيا، كل ذلك لا ينفعنا عند الله إلا إذا كانت تلك الأعمال يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن كذلك ردت على صاحبها ولم يقبلها الله سبحانه وتعالى منه. فالإخلاص شأنه عظيم ومكانته عالية، ومنزلة الإخلاص من الدين ومنزلته من العمل منزلة الأساس من البنيان والأصول من الأشجار. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أصله، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فكذلك الأعمال ليس لها قيام ولا نهوض ولا قبول عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا قامت على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله تعالى من علماء التابعين قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخطب، رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، ليس بصورة العمل فقط. صورة العمل لها دور في القبول أو عدمه،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصورة العمل لها دور في العمل، لكن لو كانت صورة العمل موافقة للهدي مطابقة للسنة لا تقبل بهذه المطابقة الظاهرة حتى يكون الباطن يريد ويقصد بهذا العمل وجه الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. قال إنما العمل إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. هذه تفيد أن الناس لهم أغراض متباينة في النيات، أليس كذلك؟ تفيد أن الناس لهم أغراض متباينة في النيات لكل امرئ ما نوى. هذا يعمل وينوي بعمله وجه الله هو الرابح، آخر يعمل وينوي السمعة أو ينوي الرياء أو ينوي مدحة الناس أو ينوي بذلك الدنيا إلى غير ذلك، لكل امرئ ما نوى. ويوضح ذلك عليه الصلاة والسلام بالمثال، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، لأنه أخلص في عمله وصلحت نيته وطاب مقصده، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى لكون عمله قام على الإخلاص. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا مثال يوضح قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، وتبعه في ذلك جمع من أئمة أهل العلم، صدروا كتبهم بهذا الحديث، ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب العلم أو من أبواب الفقه، لأن الإخلاص تحتاج إليه في أبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب الصيام وأبواب الحج، جميع أبواب الدين تحتاج فيها إلى الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا نقل عن الشافعي رحمه الله وعن جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث هو أحد 3 أحاديث يدور عليها الدين كله. قالوا الدين يدور على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الشافعي رحمه الله يقول هذا الحديث ثلث الدين، هذا الحديث ثلث الدين. الإمام أحمد رحمه الله يقول أصول الإسلام وأحاديث الإسلام ترجع إلى 3 أحاديث، وذكر هذه الأحاديث 3. وبيان ذلك أن دين الإسلام هو فعل للمأمور وترك للمحظور واتقاء للمتشابه، وهذا بين في حديث النعمان بن بشير، ولا يتم ذلك إلا بأن تكون صورة العمل الظاهرة موافقة للسنة، وهذا بين في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وأن يكون باطن الإنسان
أراد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا بين في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. خلاصة القول أن هذا مشهد عظيم ينبغي على المصلي أن يجاهد نفسه في صلاته أن تقع صلاته على الإخلاص، وليعلم كل مصل أن النية تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة. حتى قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، بمعنى أن النية تحتاج إلى معالجة دائمة ومستمرة إلى أن تفارق روح الإنسان جسده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فيحتاج من العبد إلى معالجة ومجاهدة مستمرة إلى أن تخرج روح الإنسان من جسده ويفارق هذه الحياة. ولهذا بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى المشاهد التي ينبغي على المصلي أن يشهدها في صلاته لتكون صلاته قرة عين له وراحة لقلبه، بدأها بهذا المشهد العظيم، مشهد الصلاة، مشهد الإخلاص. قال: المشهد الأول الإخلاص، ثم عرف ذلك وبينه، وهو أن يكون الحامل عليها، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد، أن يكون الحامل عليها أي الصلاة، والداعي إليها الذي يسوق العبد ويدفعه إلى أدائها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. هذا هو الذي يبعث الإنسان ويدفعه لأداء هذه الصلاة، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، لا يكون الباعث إليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يكون الباعث الذي في القلب والدافع الذي في القلب لأداء هذه الصلاة طلب مرضات الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى بأداء هذه الصلاة. قال: بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. وتأمل هذه الأمور الثلاثة التي ختم بها رحمه الله هذا المشهد. قال: بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. وهذه الثلاث يسميها العلماء رحمهم الله تعالى أركان التعبد القلبية، ويسميها بعض أهل العلم محركات القلوب، يسميها بعض أهل العلم محركات القلوب. هذه محركات تحرك القلب، تحرك القلب نحو الإخلاص، نحو الجد، نحو الصدق، نحو الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثلاثة تحرك القلب: محبة الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه سبحانه وتعالى. والله إن هذه الثلاث إذا اجتمعت في قلب العبد حقا وصدقا، محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، لم يلتفت في عمله إلى غير الله، لم يلتفت في عمله إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا الالتفات الذي يكون من الإنسان لغير الله في العمل من ضعف المحركات، من ضعف هذه المحركات التي تكون في القلب. فإذا ضعفت المحركات جاءت أمور أخرى تبعا لذلك تضعف وتكون واهية. ولهذا بعض أهل العلم يسمي هذه الأمور الثلاثة محركات القلوب: المحبة والرجاء والخوف.
وهي أركان قلبية ينبغي أن تكون قائمة في قلب العبد وتقوم عليها كل عبادة. نصلي لماذا؟ حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. نحج لماذا؟ حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وهكذا في كل طاعة وكل عبادة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها تكون ينبغي أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. ينبغي أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. وقد جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهذا الحب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الأمور الثلاثة جمعت في هذه الآية الكريمة في بيان صفات عباد الله الصادقين يتنافسون في القرب إلى الله سبحانه وتعالى حبا له وخوفا من عذابه سبحانه وتعالى ورجاء لثوابه. وقد جمعت هذه الأركان الثلاثة في سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن. جمعت هذه الأركان الثلاثة في سورة الفاتحة، وتجتمع في قلب المصلي إذا قرأ الفاتحة بتدبر واستحضار للمعاني. تجتمع هذه الأركان الثلاثة في قلبه إذا قرأ الفاتحة بتدبر واستحضار للمعاني والدلالات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قرأ المسلم هذه الآيات متدبرا مستحضرا للمعاني قامت في قلبه هذه الأركان الثلاثة، لأن القارئ المتدبر إذا قرأ الحمد لله رب العالمين ماذا يتحرك في قلبه؟ حال الحمد، الحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ويحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فالحمد يحرك في القلب الحب. بل قال العلماء رحمهم الله إن حقيقة الحمد الثناء مع الحب، حقيقة الحمد الثناء مع الحب. وقالوا إن الثناء إذا عري من الحب يكون مدحا ولا يكون حمدا، فالحمد هو الثناء مع الحب للممدوح والمثنى عليه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين تحرك في القلب الحب. فإذا قرأ الرحمن الرحيم واستحضر هنا الرحمة، رحمة الله، ما الذي يقوم في القلب إذن؟ إذا قرأ الرحمن الرحيم ما الذي يقوم في القلب وما الذي يتحرك في القلب حال إذ؟ مر معنا في الآية الكريمة قريبا: ويرجون رحمته. فإذا قرأ الرحمن الرحيم تحرك في قلبه رجاء الرحمة، رجاء الرحمة. فإذا قرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب والعقاب، والله يقول في سورة أخرى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا قرأ مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في القلب وهو يتدبر المعاني؟ الخوف، خوف عقاب الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ أن قراءة الفاتحة بتدبر تجمع للمسلم هذه الأركان الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. المحبة في الحمد لله رب العالمين، والرجاء في الرحمن الرحيم، والخوف في مالك يوم الدين. وبهذه الأمور الثلاثة إياك نعبد، بهذه الأمور الثلاثة إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب
الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فذكرت العبادة والإخلاص بها لله سبحانه وتعالى بعد أن أرسيت أركانها، بعد أن أرسيت أركانها، لأن قول إياك نعبد أي نخلص العبادة لك، لكن لم يذكر هذا الإخلاص في التعبد لله سبحانه وتعالى إلا بعد أن أرسيت أركان الإخلاص وأركان العبادة ككل. وهذا المعنى أيضا يستشف من كلام ابن القيم رحمه الله عندما قال بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه، ورجاء لمغفرته وثوابه. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في قلب المسلم، أخلص في العمل وصدق مع الله وجد واجتهد في الطاعة وزادت الأعمال عنده وكثرت، وكثر فيه الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا ضعفت المحركات ضعف ما يتبعها وما ينبني عليها من أمور، ضعف ما يتبعها وما ينبني عليها من أمور. الشاهد أن الإخلاص مشهد عظيم ينبغي على المسلم أن يعنى به في صلاته وفي عباداته كلها، وفي عباداته كلها. وليعلم المسلم أن هناك أمورا كثيرة تزاحمه على الإخلاص، وصواد عديدة تصرفه عن الإخلاص، فليجاهد نفسه على الإخلاص في أعماله كلها. وأشير هنا إلى مثال عملي في حياة نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وحياته كلها إخلاص لله. لما وصل إلى الميقات، لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى الميقات قاصدا مكة بالحج والعمرة، ولبى قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، قال عليه الصلاة والسلام في الميقات اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. دعا بهذه الدعوة في الميقات عليه الصلاة والسلام. قوله اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هذا يفيد أن من الحج ما هو للرياء والسمعة، من الحج ما هو للرياء والسمعة. قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي كله من أوله إلى آخره خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي لم يقصد به المراءة ولم يقصد به التسميع. المراءة تكون في أثناء العمل، يزين العمل ويحسن العمل ويطيب العمل ويحسن الصورة الظاهرة للعمل من أجل من حوله واحد أو أكثر. والسمعة أن يسمع بالعمل، من لم يروه يخبرهم بما لم يروا، يقول لهم فعلت كذا وفعلت كذا. مثلا يذهب إلى يحج البيت ثم يذهب إلى بلده ويحدث رفقاءه وزملاءه وإخوانه عن حاله في عرفات، وعن حاله مثلا في الطواف، وعن حاله في السعي، وهكذا في مقامات الحج وأعماله. يسمع بالعمل، يسمع بالعمل، يقول لصاحبه لو رأيتني وأنا رافع يدي في عرفات مادا ليدي
أناجي الله وعيني تدمع وقلبي خاشع وإلى آخره، يسمع بالعمل حتى يكسب محمدة وثناء من هذا وذاك. والبلية في زماننا هذا زادت والطامة كبرت في هذا الباب، أصبح في جيب كل حاج ومعتمر كاميرا يصور فيها جميع أعماله، إما تصويرا متحركا بالفيديو أو تصويرا ثابتا بالكاميرا. حتى رؤية بعض الحجاج في بعض المواقف في الحج، في بعض المواقف في الحج عند في عرفات وفي المزدلفة وعند الجمار وعند البيت، يقف ثم يعطي مثلا أخوه أو زوجته أو صديقة أو زميلة أو إلى آخره، يعطيه الكاميرا يقول له صور، ثم إذا أراد أن يصور رفع يديه، رفع يديه وإذا انتهى التصوير أنزل يديه. هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ هل رفعتا لله رب العالمين؟ في حديث سلمان إن الله حي كريم يستحي من عبد إذا رفع إليه يديه، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذن هذه الصورة بهذه الصفة يصلح الإحرام ويهيئ الهيئة ويقف وقفة خاشع ويمد يديه، ثم تلتقط الصورة، وإذا التقطت الصورة نزلت اليدين، ثم يأخذ هذه الصور في كل مكان يري هذا وذاك، وتعال انظر وتعال شاهد، وهذا أنا في عرفات وهذا أنا في مزدلفة وهذه يدي مرفوعة وهذه دمعتي نازلة وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، انظروا شاهدوا طالعوا انظروا الحاج فلان. هل هذا الحج فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى أو قائم على الإخلاص؟ أين الإخلاص إذا كانت هذه تلتقط لمثل هذه الأغراض؟ كان قديما من يسمع يسمع بالكلام، إذا ذهب إلى بلد يحاول أن يستحضر بعض المواقف التي حصلت منه في حجه ويقول كنت أفعل وكنت أقوم وكنت، ويعدد يحاول أن يستحضر ويعدد. أما الآن صور حية تلتقط تلتقط ويأخذها، حتى بعض أصحاب الكاميرا هذه زهدوا في كثير من الخير، زهدوا في كثير من الخير. بعضهم يمر على حلق العلم إما في المسجد النبوي أو غيره ويلتقط لي المعلم أو للشيخ صورة ويذهب بها، يذهب بها معه. هذه الصورة لو نظر إليها ألف مرة ماذا تفيده؟ صورة الشيخ مثلا إذا التقط له صورة وأخذ ينظر إليه ألف مرة ماذا تفيده؟ ما ليس لها فائدة، صورة شيخ لا فائدة فيها، صورة الشيخ ما تفيد، صورة الشيخ ما تفيد أي فائدة في صورته. لكن لو جلس مجلس العلم واطمأن في مجلس العلم وأخذ ينصت ويستمع ويجاهد نفسه على الفائدة، هذا الذي يحصل من وراء فائدة. أما صورة هذه ما تفيد أبدا إطلاقا ما تفيد. الذي يفيد العلم نفسه، الذي يفيد العلم نفسه. أما مشايخ الطرق والمضللين من أئمة الطرق الباطلة قد يعظمون في أتباعهم شأن الصور، بل بعضهم يقول لتلاميذه اجعل معك صورة لي، إذا أردت أن تذكر الله تنظر إلي، إذا أردت أن تذكر الله تنظر إلى الصورة حتى يرتفع الذكر أو حتى يقبل الذكر. هذا كله من الضلال وكله من الباطل والصد عن دين الله سبحانه وتعالى.
ماذا تفيد هذه الصور؟ لكن الذي يفيد أن يجلس الإنسان ويطمئن ويستفيد وينتفع حتى يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة بين أصحابه يعلمهم، فمر ثلاثة نفر، أحدهم اقتراب ودنا من النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر جلس في آخر المجلس، والثالث انصرف. فلما ختم عليه الصلاة والسلام مجلسه قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهما فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالذي يفيد هو الإقبال على الله، والإقبال على العلم النافع، والإقبال على طاعة الله وطلب ثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. هذا الذي يفيد العبد وينفعه ويرفعه عند الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وأختم هذا المجلس بذكر بعض الأمور التي تعين العبد على الإخلاص وتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل. أما الأمر الأول فهو أن يعلم المسلم أن هذا القلب بيد الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستقيم أو يطيب أو يزكو أو يخلص إلا إذا وفقه الله وأعانه. والقلوب تتقلب، القلوب وما سمي القلب إلا قلبا إلا لتقلبه. فيجاهد، فيعلم العبد أن قلبه بيد الله. وفي الحديث الصحيح: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب لا يثبت ولا يخلص ولا يزكو ولا يطيب إلا إذا عانه الله ووفقه وسدده. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذن الأمر الأول الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله عز وجل، سؤاله والإلحاح عليه أن يزكي القلب. والأدعية في هذا المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. الأمر الثاني أن يقرأ في النصوص، نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالإخلاص وبيان فضله وخطورة التخلي عنه وخطورة نواقصه ونواقضه، فيقرأ في ذلك. والعلم نور لصاحبه، فإذا قرأ وتعلم فإن علمه بمكانة الإخلاص وفضل الإخلاص وثمرة الإخلاص وخطورة نواقض الإخلاص ونواقصه عليه تدفعه إلى المحافظة على الإخلاص والعناية به. والأمر الثالث أن يحرص على مصاحبة الأخيار ومن يتوسم فيهم الخير والصلاح والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فالمرء بصاحبه والقرين بقرينه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيحرص الإنسان على مجالسة أهل الخير والفضل والصلاح والاستقامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه ورفيقه، فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتفقه ذو الرفقاء والأصحاب، وليتخير منهم من يكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه عز وجل. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.